تخافيش، ضربة شمس صابت ناسي أنا، هنسيبه يوم يرتاح وبعد كده يطيب ونكمل الرحلة. أنا هحتاج مية عشان أعمل كمادات. كل اللي محتاجاه هنجيبهولك استهاني، ما تقلقيش. هجيب لك شوية ليمون أحطه على كل جسم. عفا عرب عليكي. هو حضرتك طبيبة؟ درس تمريض. تمريض يبقى هيطيب أسرع. بدلي له الهدوم. طمني يا استاذ. إن شاء الله خير يا شويش إبراهيم. دي حاجة بسيطة، ما تخافش. خير يا حضرة شويش؟ خير إن شاء الله. سعادة المأمور بعافية شوية، بكرة الصبح إن شاء الله يبقى بخير. بس طلعوا له مية. ها؟ طلعوا له مية كتير. وأنا هجيب له ليمون وشوية أعشاب، أنت تعال معي. فيك الخير، فيك الخير. كان لازم أموت، أنا غلطت كتير، أنا قلت إن عربي خاين، خنت البلد، أنا خنت الشهداء وخنت نفسي. أنا ملكك طول العمر، أنا ملكك. Thank you.
الله يا رب.